حسين الصايغ ولي أمر الطالب يوسف في فصل رابعة ثالث. يعني ما شاء الله جبت ولدي هنا في المدرسة وأعتبره في بيته الثاني، الطلاب وأخوانه والمدرسين آباءه، ولمس هذا كله في التأسيس وفي يعني مشواره الأربع سنوات هذه وقبلها أخوه. فجالس ما شاء الله أشوف جالسة تتحقق المقولة المجد طريقك إلى المجد.